كل عام والأمة الإسلامية بخير، يا رب يكون عيد سعيد على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد السوري من قناة إيجي أحمد. عارف إن في تناقض بالاسم، مثل ما قلت في الفيديو السابق إن جنسيتي سوري لكن الإقامة مصري. المهم اليوم اقدم لكم مقطع للعبة تيم فورتريس 2. شفتوا الهيفي ازاي بيحضن السلاح؟ اليوم اقدم لكم مقطع لتيم فورتريس 2. بلعب لعبة حماسية واكتر من رائعة. بلعب بمود مان في اس ماشين. اكيد طبعا سمعت عن المود هاد. المهم اني بلعب اكتر من كلاس، كلاس الهيفي اللي هو هاد، والكلاس المهندس، وكلاس البايرو تبع الحريق. اول الماتش هيبدأ الله. المود عبارة عن عدد من اللاعبين بيحاربوا الروبوتات. المفروض انك ما تخليهم يدخلوا على مكاننا، هو المكان يعني. تقدر تلعب بأي كلاس، لكن ما تقدر تلعب بالروبورتات. الروبورتات بوت يعني، ملعب يعني مو لاعبين حقيقيين. لعبة حماسية جدا 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 يعني، أنصح الكل يحملها. حجمها 10 جيجا، مجانية، هي لعبة مجانية على ستيم. حجمها هي 19 جيجا، وفيها مودات كتيرة أكتر يعني، مودات كتيرة مش هقدر أذكرهم، لكن فيها مودات كتير. شوفوا الرجل أخد السنتر تبعه وهرب. بقول إن اللعبة فيها أكتر من كلاس. الكلاس الميديك، سباي، مهندس، سنايبر، سولجر، وكل كلاس وله وظيفة. بس يعني شوفوا معي المقطع وقولوا تقولولي آراءكم باللعبة. اللي عايز يلعب معايا اللعبة دي يضيفني على ستيم، هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. وانا كمان اخد السنتري تبعه وهرب، انه الروبوت هذا لونه ازرق بيرقد ورا المهندس عشان يفجر السنتري. بس يعني هلعب كمان شوي في المهندس، وحبني السنتري، وحبني العدة. خليكم معايا. وهيك خلص الاول ماتش، الاول جولة يعني، بتمن جولات. الجولة السادسة او السابعة اظن خلصت. هلعب في الكلاس تاني اللي هو الانجينير، المهندس. هاي الأوبجريد، اترقي الأسلحة واترقي الخصائص تبعيتك. هرجع أقول يعني اللعبة حماسية يعني، أي حد نفسه يلعب لعبة أونلاين خفيفة يلعب تيم فورتريس. والأحسن من هيك إنها لعبة مجانية يعني، بس في الأشياء اللي هي الفلوس مثلا لها متجر خاص في اللعبة، تشتري مثلا أسلحة، تشتري قبعة يعني اللي بدك اياه. حابني السنتر هون. Pony up, boys.
8 ثواني ويهجموا، 4 ثواني. هذا الجهاز اللي يخليك تتحكم انت بالسنتري. ايوه في اللي الدبابة ولا السيارة ما بعرف شو هتهجم علينا. هي مهمة الروبرت انه يدخل على المكان تبعنا ويدمر المكان تبعنا، لكن احنا المفروض نحمي المكان. والروبرتات نفس الكاسات بتاعت الروبرتات موجودة، نفس الكاسات تبعون اللاعبين. يعني الروبرت في كلاس هيفي وفي كلاس المهندس وفي بايرو وفي سولجر وفي ميديك، يعني نفس الكاسات تبعت الروبرتات موجودين في اللاعبين الحقيقيين. لكن المشكلة انك ما تقدر تلعب بالروبرت، ما بعرف ليش، بس صعب ما بصير تلعب بالروبوت. مع انه لو بتقدر تلعب بالروبوت كانت تصير حماسية اكثر ويكون في شوية يعني اذكى من البوت، بس هتصير اصعب بكتير. يعني اذا هيك وصعبة بقى، ايش حال بقى لما تلعب بالروبوت؟ اكيد هتكون دمار. الهيفي شوفوا السباي يعطل الأجهزة تبعيتي، لازم أضرب الأوفل مشان يرجع يشتغلوا. يا نادي الأسباي عطل كل شيء. حبني واحد تاني. عشان تبني السنتري لازم طبعا تحط يكون معك مسخرة عشان تطور السنتري. والمهندس فجرني، هلعب هلا في البيرو اللي هو حريق. لا تبع فن اللعبة تعتبر فن، يعني لا بعد الحدود تضحك ضحك تضل تضحك هيك لوقت ما تشبع. ما في تقريبا ما اظن في لعبة قدرت تنافسها او قدرت تعمل اللعبة مثل تيم فورتريس. اللعبة اصلا زمان كانت بمصاري، بس صارت مجانية من 2 او 3 سنين، صارت مجانية. وانصح الجميع يحملها ويلعبها. في الشايلين القنبلة هذول مختفيين، فلما تفجرون في لما تحرقون في هذا بان عليهم، تبين انهن تحرقوا. وهذا المهندس كمان هيرجع يفجر السنتري. رجع اخذ السنتري تبعه وهرب. بس هذا اللي كان عندي اليوم. اتمنى القناة تعجبكم. لا تنسوا اشتراك، فيفوريت، لايك، كومنت. كان معكم احمد، السلام عليكم.